بها وقرابه ودم وينتمون الى قبيلته، وقاموا بالاقدام والاعتداء بالسلاح الناري على معتصمين باب مكتب وزير الداخليه، باب مكتب وزير الداخليه بالرصاص، يعني الرصاص، ويعتبر هذا شروع ثقه، ولا تزال اثار الرصاص قائمه على المخيم وعلى يعني مكان الاعتصام المعتصمين. كما تم ارسال مجموعه من مجامع مسلحه الى اداره امن محافظه صنعاء واطلاق النار العشوائي على الاداره، يستهدف بذلك فرض قوه، يستهدف بذلك فرض قوته يعني بقوه السلاح على بحر محافظه صنعاء، وبذلك يعني يستخدم قوته لفرض الهيبه واسكات الالسنه من المطالبه بالحكم. وتحياتي الاقدار المدني كلهم ضباط، كلهم ضباط. ايش قد فعل يعني؟ كم صار لكم معتصمين؟ كلنا معتصمين 18 يوم. ايش مطلب؟ ايش الجديد؟ ما ولا اي جديد. مطلبنا مطلبنا انا طبعا المقدم، مطلبنا وحقوقنا، يعني لا نستطيع التعامل مع شخص يتعامل معنا بهذا العنجهية. شخص يشيل السلاح الناري عليك وانت رجل امن تعمل ضمن إدارة، لا تستطيع ابدا ان تعمل، ان تستمر في العمل معه. هذا واحدة. يعني اثنين لا يزال يحتل الإدارة العامة للأمن قوة المسلحين التابعين لقبيلته ونعرفهم بالاسم والشخص، فلا تزال يعني احتلال الإدارة قائم. ثلاثة، استبعد كل الشرفاء من مناصبهم وتم تعيين من لا ينتمون الى اداره الامن في مناصب، وتم صرف الاسلحه واستخدم يعني وكذا صرف جاهزيه الاداره من اطقم واسلحه وغيرها. مخزنين هنا وهم رموا اذا كيف هذا حيف الدائره خضراء. يا قحطان يا قحطان.